تحب الصالحين واشعل بصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم يسير عزيز رحيم وسواء ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم وابلغ رسوله صدق الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم علمنا وارحم سبقنا بالايمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا شهداء الحق القائلين القسط. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انفلقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله عاش الملك. احنا نقدم لسيادتنا هذا اللي يجيب لنا كل شيء مليح. وعاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك.
عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيد الكاتب العام، أيها السادة، أيها الشرفاء، السلام عليكم ورحمة الله. محمد بن سيدنا منصور بالله جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وبمناسبة إحياء الذكرى 24 لوفاة جلالة المقفول له الحسن الثاني طيب الله ثراه، تتصرف هذه اللجنة الملكية بتقديم هذه الهبة الملكية الكريمة لإحياء هذه الذكرى، طالبين منكم إحياءها كعادتكم في هذا المقام الشريف أمام هذا الضريح القدس مولانا إدريس مولانا سلام بن بلشيس رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وعلومه آمين. طالبين منكم إحياءها في جو رباني يلؤه القرآن الكريم والصلاة على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الدعاء لصاحب الذكرى جلالة المحفوظ له الحسن الثاني طيب الله تراه بالمغفرة والرضوان وجنات النعيم، ولأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بالنصر والتمكين، وللأمة المغربية بالعيش الكريم في طمانينة وسلام ورغد وتقدم في ظل العرش العلوي المجيد. السلام عليكم ورحمة الله. قدم الطارئ.